كان العرب في مكة قبل الإسلام يعيشون حياة الجاهلية المظلمة، يصنعون بأيديهم أصناما يرفعونها حول الكعبة ثم يعبدونها من دون الله. وشكر لك وكلنا نخضع لك، لبيك لا هم ما هبل، لبيك يحدون الأمل، لبيك لا هم ما هبل، لبيك يحدون الأمل، الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك، لبيك لا هم ما هبل، لبيك يحدون الأمل، لبيك لا هم ما هبل، لبيك يحدون الأمل، الحمد لك والشكر لك وكلنا نخضع لك، لبيك لا هم ما هبل، لبيك لا هم ما هبل، لبيك لا هم ما هبل، لبيك لا هم ما هبل. وكان يسود بينهم قانون الغابة حيث الحكم للقوة، فكانت غارات القبائل على بعضها وعلى القوافل أمرا مألوفا في ذلك المجتمع المضطرب الذي تسيطر عليه الفوضى والفتن. وفي غمرة الظلام والفساد المطبق على حياتهم كانوا يستبيحون الأعراض بغير وازع من خلق أو دين. نحن غرابة عد عد أكون إليك عالية، عبادك اليمانية كيما لحك الثانية. نحن غرابة. وكان الرجل يعمد إلى وأد بناته خوفا مما قد تجلبه عليه من العار أو خشية إملاق. طغى الانحلال على حياتهم وفشى بينهم الإثم والفجور، you
خلت قلوبهم من الرحمة، فكانوا يسرفون في إيذاء الرقيق، يهدرون آدميتهم ويسومونهم سوء العذاب. لو جاز للجاريات أن تقدم الشكر لغير شريها لفعلت. ولو جاز للعبد أن يتقبل مثل هذا لقبلت. لعلك عشت مثلي طفولة حرة قبل نهب تلك الحرية. نعم، لقد ولدت حرا، ولكني الآن أتجرع مرارة العبودية. وبينما كان أهل مكة غارقين في الجهل والضلال، كان هناك سيد من أكرم فتيان قريش، هو محمد بن عبد الله الذي عصمه الله من ضلال الجاهلية، فانصرف عن فسادهم ولهوهم، وكان يأوي إلى غار حراء بقمة الجبل، حيث يقضي الأيام الطوال وحيدا يتأمل ويتعبد ويتحنف، حتى نزل عليه جبريل الأمين بأول آية من الذكر الحكيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم جاءه الوحي وهو في بيته متدثر في فراشه وناداه: يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. واستجاب محمد لنداء ربه الذي اصطفاه نبيا لهذه الأمة، وسار بين الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. وقد آمن بدعوته وأسلم معه عدد قليل كان يلتقي بهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وظل سادة قريش على جهالتهم واستكبارهم غارقين في الإثم والفسوق. عند مساء يا أبا الحكم. أراك تكسر من التحية يا صراقة. من فيض شوقي إليك يا أبا الحكم. بل الصراحة يا أبا الحكم من صمأ شديد إلى كأس جديد. ولم يمتلئ هذا بعد. لا عليك يا صراقة، يا فتاة، خمرا لفتيان قريش على نفقة أبي سفيان بن حرب. مرحى يا أبا سفيان، مرحى. شكرا سيد قريش. ما الذي أجلسكما هنا؟ إن أبا الحكم مستاء لوجودكما. ها؟ هيا يا بنات. ألا تكفيك الخمر يا صراقة حتى تسلق النساء أيضا؟ بل أراهما يا أبا سفيان لا تليقان بمجلس الأكابر، فأخذهما إلى مجلس الأصاغر. هيا هيا فنحن الأصاغر. هيا وسعيد. هيا هيا هيا. لقد أحسن صنعا، فإني أريد أن أخلو إليك. خيرا يا أبا الحكم. لا خير هناك وأتباع محمد يزدادون يوما بعد يوم. ولم لا تجرد سيفك علي؟ ويحك يا رجل،
أتريدني أن أسفك دمه بيدي؟ أتريد أنت أن نترك آلهتنا من أجل نبي بني هاشم؟ أنت تعرف يا أبا سفيان أن بني هاشم أحرص من بني أمية على آلهة قريش. وفيما الانتظار إذن وهو يسير العبيد علينا بدينه الجديد؟ إنما جئت لنتدبر الأمر معا هنا يا أبا الحكم. ولم لا؟ وهذه تنعشنا فنحسن التدبير. رفقا بنا يا سارة. أتطلب الرفقة ونحن في البداية؟ يا لك من فاتنة. أيريد محمد أن يحرمنا كل ذلك؟ القوي لا يحرمه أحد. قالتها امرأة. ويا لها من امرأة. ما خطبك يا سارة؟ أين مرحك وابتساماتك؟ إني خائفة. خائفة؟ مما تخافين؟ سمعت أن محمدا لا يعجبه ما يجري هنا. ولا تلقي إليه بالا. أنا لها. هلمي يا سارة، هلمي وقبلي كأسك. وكيف يطيب لي شراب محمد؟ لا تراعي، اليوم خمر. وغدا؟ غدا، غدا نلتقي عند أبي طالب. تعال وانظر، هلم يا فارس. لا، نظرتي ليست هنا. أتحب يا فارس؟ نعم أحب. تريد أن تقلد السادة فيما يفعلون؟ لا، ليس حبي على هذه الصورة الكريهة. أراك جننت يا فارس فنسيت من أنت. أعرف أنني عبد وأن الحرمان يولد مع العبيد، ولكن الحب الطاهر يولد من الحرمان. وهل هي تحبك؟ كل الحب. ومن تكون؟ جارية عند أبي سفيان اسمها حبيبة. فسيذهبون في الغد إلى أبي طالب يا سارة. هذا خبر لا بأس به يا بنت داود. الحل الوحيد في نظري يا أبي هو قتل محمد. هذا خبر صار بديع رائع يا بنت داود. لكن من الذي سيقتله؟ أواحد من قومنا؟ وهل تعلمنا أن نجاهر بعدوتنا يا أبي؟ حقا نحن أصدقاء الظاهر والبغضاء في القلب. أين النقود؟ إذا تواحد من هؤلاء السادة الذين يتهافتون علي في الحانة كالفراشات. أين هذا التهافت؟ ولم تعودي الليلة إلا بهذه الحصيلة القليلة من النقود. كان بك قد فقدت فتتك أو هربت من عروقك دماء قومك. أنا لا أعرف إلا أن حصيلة الليلة قليلة. لأني قضيت معظم الوقت أساعد على إثارة أبي جهل على محمد، فكان هدفي الوحيد أن يرتدي هذا الجبان ثياب الأسد مرة في حياته ويقتل محمد. يقتل محمدا؟ وهل قبل؟ هل نجحت الخطة؟ لا أظن، فهم جميعا يخشون من غضب عمه أبي طالب وعشرتي من بني عبد المطلب حين يطلبون الثأر، فتكون حرب طاحنة بينهم. هذه عقدة العقد يا سارة، وأخشى ما أخشى أن يفلت الزمام وتنتشر دعوة محمد. سارة، إنني أبذل كل ما أستطيع يا أبتي كما ترى. بورك فيك يا سارة، هيا هيا إلى غرفتك لتريحي جسدك، أنا مطمئن إليك. إن سحر الجمال سيحقق ما عجزت عنه عزائم الرجال. هيا هيا هيا.
ولكن قل لي يا أبتي، أحقا هو نبي أم يدعي النبوة؟ إنه النبي المنتظر، النبي الذي يخرج من العرب، هكذا قالت أحبارنا. إذن الأمر خطير. نعم خطير، ولكم أتمنى أن يقتل محمد، أن يقتل بسيف من صنع داود. خلعين عني أيتها الأمة الحقيرة على أبي سفيان بن حرب، مكانك إذا تحت النعال يا حسالة العبيد. مولاي مولاي، لا تعكر صفو ليلتك الجميلة. من تكون هذه الجارية بجانب الحسان التي يطلبن رضاك؟ خذيها من هنا، فلم تعد لي رغبة فيها. خيرا تفعل يا مولاي، هيا انهضي، كفاك نحيبا، هيا. يا لهؤلاء العبيد، يبكون ويصرخون ونحن نمنحهم الشرف والتكريم. لا تبتأس يا حبيبه، فهو مخمور لا يدري ماذا يصنع. ألم يكفهم امتلاك سواعدنا وأعمارنا وكرامتنا وحريتنا، فيريدون أيضا امتلاك أجسادنا. اخفضي صوتك. أننا عبيد وليس لنا حق الاعتراض على ما يفعله أسيادنا. أليست لنا مثلهم قلوب تحس وعقول تفكر؟ ألسنا من نبع واحد وخلق واحد؟ بل يفصلنا الرق يا حبيبة. وما فائدة الحياة إذن ونحن نمهد الأرض لأنهب طيبها، ونحن الرؤوس لا يرفعها ماتهم فوقها؟ هوني عليك يا حبيبة، هوني عليك. إني يائسة، إني يائسة من الحياة، يائسة من كل شيء. لماذا نعيش؟ لماذا نعيش نحن المعذبين في الأرض؟ ما زالت بارقة من النور والأمل يا حبيبة. أين؟ 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 محمد رسول الله، كلمة الحق، النور الذي نرتجيه. محمد، اللهم احفظه من شر أعدائه، اللهم احفظه من كيدهم. محمد، محمد، محمد. خيرا يا سادة قريش. وأي خير ترى يا أبا طالب؟ مهلا يا أبا لهب، مهلا. لقد تمهلنا كثيرا يا أبا طالب، وقلنا لك أكثر من مرة إن محمدا ابن أخيك قد سب آلهتنا وغاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. لقد جئنا هذه المرة لنعرف ماذا فعلت بابن أخيك، فلم يعد في قوس الصبر منزع. يا معشر قريش، استمعوا إلي. لقد بعثت إلى محمد ابن أخي وقلت له ما تحدثتم به إلي،
وطلبت إليه ألا يحملني من الأمر ما لا أطيق. لعله رجع إلى عقله بعد حديثك معه. قال يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما فعلت. ما دام مصرا على غيه فنحن لا نقبل بعد الآن أن يحول أحد بيننا وبين محمد. ليس لك ذلك يا أبا لهب، بل يجب أن تكف يا أبا طالب عن نصرة ابن أخيك وتسلمه لنا. لا يا أبا الحكم، وليس لأحد أن يرغمني على شيء. أتسمعون يا سادة قريش؟ لن أسلمه أبدا. لنا رأي آخر يا أبا طالب، رأي عاقل وحكيم. قل يا أبا سفيان إني أستمع لك. حدثه يا أبا الحكم بما رأينا. يا عمارة، هذا عمارة بن الوليد أنهض فتى في قريش، فخذ اتخذه ولدا فهو لك. وماذا بعد؟ أن تسلم إلينا مكانه محمدا ابن أخيك، هذا الذي خالف دينك ودين آبائك فنقتله. وإنما هو رجل برجل. بئسة المساومة، تعطون ابنكم أغذيه وأعطيكم ولدي تقتلونه؟ هذا ما لا يكون أبدا. حبيبة. نعم لا أصدق عيني. ولم يا فارس؟ إنك تبتسمين، وهي سوف تدوم البسمة في قلبي. هل أعتقك مولاك أبو سفيان؟ وهل يجود اللئام بالمكرمة؟ إذن فما معنى ابتسامتك؟ لأني رأيت نور الله. نور الله؟ نعم يا فارس، إنني قد أسلمت مع محمد. أسلمت مع محمد؟ والمسلمة للمسلم. هل أمي الآن يا حبيبة؟ ولكنك تعرضين نفسك لغضب قريش. فليهدك الله كما هداه. هيا ادخلي الآن يا حبيبة. يا لها من بلهاء. أرى الفرحة تستخفك يا حبيبة. نعم يا رغداء، إنه أعظم يوم في حياتي، يوم يعدل عمرا بأسره. حدثيني يا أختي، حدثيني. بعد الذي كان بالأمس أجمعت رأيي وذهبت إلى دار محمد، ألتمس إطمئنانا للنفس الضالة الحائرة فلم أجده، وكدت أعود وأنا أجر أزيال الخيبة لولا أن قابلتني زوجه خديجة بوجه مشرق مطمئن باسم لم أرى مثله من قبل. لا تتعجبي، فهي رضي الله عنها أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به، وهي تخفف عنه ما يلاقيه من أذى المشركين. أكملي يا حبيبة، أكملي فإني مشوق. تراجعت على استحياء حين رأيتها، ولكنها أخذت بيدي وأجلستني إلى جوارها وأكرمت فادتي وتبسطت معي في الحديث. حياها الله وجزاها عنك أحسن الجزاء. أحسست لأول مرة في عمري بأنني بشر، وبأنني أحمل بين جوانحي نفسا حرة، وبأن الناس جميعا سواء، لا عبد ولا سيد. هو الإسلام يا حبيبة، هو الإسلام. رفعت رأسي يا أختاه ونظرت في عينيها أستهدي مزيدا من كرامة الإنسان، فما بالي إذا نظرت إلى محمد ورأيتني أسأل أين أجده، ورأيتني أسير إليه بخطى ثابتة، ورأيتني أدخل دار الأرقم
ورأيتني أستمع. يا له من حديث عظيم، ويا لروعة كلمات الله البينات. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. طوبى لك ولمن آمن بالله ورسوله. لقد دخلت السكينة إلى قلبي يا رغدان، فاللهم لك الحمد على ما أنعمت به علي. حبيبي هلم الآن، فلقد عاد أبو سفيان متجحم الوجه من عندي أبي طالب، ومعه أبو جهل وأبو لهب. سحقا لهم جميعا، فما عدت أريد أن أرى أحدا من أعداء الله، ولست أبالي بعد الآن. لا يا حبيبة، ليس هذا من الحكمة في شيء، فلنتكتم الأمر ولتسر الأمور في مجراها الطبيعي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هيا هيا يا شقيقتي في الإسلام، بدلي ملابسك حتى لا يشك أحد في أمرك. لا تحزن يا أبا الحكم. كيف لا أحزن وقد تبين لي عزم أبي طالب على نصرة محمد؟ كنت متأكدا من ذلك. وماذا نفعل يا سادة؟ لن يفيد الجدل، بل يجب علينا التفكير في الأمر والبت فيه، فلن نعدم وسيلة نحمي بها ديننا من فتنة محمد. يا أبا لهب، ليس الأمر حماية دين من دين آخر، وإنما هو أخطر من ذلك وأعمق جزورا. ماذا تقصد؟ إن الكعبة هنا والآلهة من حولها، والناس يحجون إليها من كل مكان، ونحن نجني من وراء ذلك ربحا كثيرا ومالا وفيرا. وليس المهم أن نؤمن بآلهتنا أو نكفر بها، وإنما المهم أن نبقي على عبادتها إبقاء على سيادتنا وزعامتنا ومكاسبنا. لقد قلت صدقا يا ابن حرب. لقد غاب عني إدراك ذلك، وهذا مما يضيف جديدا إلى أسباب حقدي على محمد. هل نعقد اجتماعا لسادة قريش؟ لا أرى خيرا في اجتماعهم. وماذا ترى إذن؟ إراقة شيء من الدماء تضمن تدفق المال بين أيدينا. أي دماء تريد؟ أريد دماء العبيد ممن آمنوا بمحمد. تبا لهؤلاء العبيد. قد فسد حال هؤلاء الأنجاس، وظنوا أن دين محمد سيسوي بيننا وبينهم. تبا لهؤلاء العبيد، ولو أن في بعضهم ملاحة تغري. ما اسمك يا جارية؟ حبيبة. لا بأس بها يا ابن حرب. تعسا لها من جارية. صب الكؤوس يا حبيبة. ألم تعد في حاجة إليها؟ لا حاجة بي إلى خستها، فقد سئمت العبيد. ولكني لم أسأم بعد. اجلسي يا حبيبة، اجلسي بجانبي. هل من خدمة أؤديها لسيد قريش؟ لقد أمرتك أن تجلسي. ليس لك عندي يا سيدي سوى الخمر، وقد ملأت كأسك. أسمعتم؟ يا لها من جرأة من جارية. قلت لكم يجب أن يسحق هذا الدين، ويجب أن يقتل محمد. لا، تعالي. دعي. أيتها اللعينة، كيف تضم ضارك مثل هذه الحمقاء؟ لم يعد لها بقاء مع النعمة. يا صفوان، مولاي، خذ هذه اللعينة إلى الصحراء وارمها لترعى الأغنام، لعل لهيب الشمس يعيد إليها الصلاة. هيا هيا. Thank you.
كل هذا الصلاح والتقوى؟ أكنت تبث لهيب حبك إلى هبل؟ بل كنت أتوسل إليه أن يمنح شفاعته. لمن يا ترى؟ لمن اتبع محمدا من العبيد. أتستنجد بآلهتنا لإنقاذ من كفروا بها؟ لأن فيهم من أحب. هل أسلمت حبيبة؟ أسلمت المسكينة. ألا تعلم أن سادة قريش لن يرحموا من أسلم؟ هذا ما يقلقني يا زيد. فهؤلاء المجانين الذين أسلموا يظنون أن دين محمد سيرد إلينا حقوق الإنسان التي حرمنا منها الرق. وماذا تستطيع أن تفعله قلة مستضعفة تجاه الكثرة الغالبة من الأقوياء؟ ستفقد نصيبها الضئيل من الحياة. مجنونة، مجنونة أنت يا حبيبة. أعذرها يا فارس، فالعقيدة تفرض سلطانها والحكمة تقتضينا السكوت والرضا، فالعبيد على دين مواليهم. يا لها من حكمة مذمومة. ولكنها خير من أمل كاذب. ألا تعلم أن سادة قريش مجتمعون الآن بدار الندوة ليروا رأيا حاسما في من أسلم مع محمد؟ فانتظر منهم إذن شرا عظيما. هذا ما أتوقع، خاصة وأن أبا جهل في أوج غضبه اليوم. أفي الأمر جديد؟ وأي جديد؟ تعال تعال حدثني في مأمن. نحن غرابة عك عك أكون إليك عانية. نحن غرابة عك عك أكون إليك عانية. عبادك اليمانية كيما لحك الثانية. نحن غرابة عك عك نحن غرابة عك عك. هيا اخبرني ماذا حدث؟ رأى أبو جهل محمدا وهو يتعبد عند الصفا فآذاه. وقابله محمد بالمثل؟ لا، لم يرده بكلمة مما حدث هنا عند الكعبة. فقد مر أبو جهل بها، لعل أحدا من أصحاب محمد يكون قد تسلل إليها بين القبائل يصرفهم عن ديننا. فاستقبله حمزة بن عبد المطلب غاضبا وقال له: أتسب محمدا ابن أخي؟ وطلب منه أن يعتذر لمحمد. أعتذر لمحمد؟ نعم. فرد عليه أبو جهل ردا منكرا، وهنا رفع حمزة القوس وضربه ضربة شديدة شقت رأسه وقال له: أتشتم محمدا وأنا على دينه؟ تقول إن حمزة قد أسلم مع محمد؟ هذا ما قال. وكادت أن تقوم معركة رهيبة، ولكن أبا جهل انصرف. هكذا؟ هكذا. فهو الآن في دار الندوة يدبر للانتقام، وسيدفع المستضعفون الثمن. واللات والعزى، إن محمدا لمجنون، وإنه لشاعر، وإنه لكاهن، وإنه لكذاب. أها يا ابن هشام، كفى، لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن. إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. واللات ما يقول هذا بشر. سبع واللات الوليد بن المغيرة، لتصبغن قريش كلها حينئذ. أحقا يا ابن المغيرة أنك تركت ديننا إلى دين محمد؟ عصمتني الآلهة، بل إني أتذاكر وإياكم، فإنكم تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه يهذي؟ وتقولون إنه كاهن، فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون إن محمدا شاعر، فهل سمعتم محمدا يقول شعرا؟ وتزعمون أن محمدا كذاب، فهل أخذتم عليه شيئا من الكذب؟ أجيبوني. ما هو إذن يا ابن المغيرة؟ قل، تكلم، فما أرى إلا أن حديثك يغرس بذور الشك في صدور الناس ويفرق بينك وبين قومك. ما قصدت إلى شيء من ذلك يا أبا جهل. إذن فقل للقوم من هو محمد. ما هو إلا ساحر. نعم ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده وعبيده؟ يا معشر قريش، ما أردنا أن نعرف من هو محمد، فنحن أعرف العرب به. ما هو بشاعر ولا ساحر ولا كذاب،
ولكنه كفر بآلهتنا وحرض علينا أبناءنا وعبيدنا وأراد أن يسوي بيننا وبينهم، فتبعه من فتياننا أتباع. فقدروا الأمور حق قدرها، فإن الأمر لم يقتصر على إيمان العبيد به، بل آمن به نفر له خطره من سادة قريش وأشرافهم. ألم يسلم معه أبو بكر بن أبي قحافة وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم وغيرهم، وحمزة بن عبد المطلب؟ يا سادة قريش، يا سادة قريش، تكلم، ماذا حدث؟ لقد أسلم عمر بن الخطاب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا خطب جسيم، فعلتها يا عمر. هل كانوا يجرؤون على الصلاة علنا؟ لقد كانت صلاتهم خلسة في شعاب مكة. هذا أمر عجيب، إنه لنصر جديد لمحمد. لقد أعلن عمر إسلامه بنفس الحماسة التي كان يحارب بها الإسلام والمسلمين. واستجيب دعاء محمد فعز الإسلام بعمر بن الخطاب. يا سادة قريش، ها قد اشتد الخطب وعظم البلاء ولم يعد في قوس الصبر منزع، وإني لأرى أن نسكت صوت الذين أسلموا ليعتبر غيرهم. نعم، امنعوا عنهم الطعام والشراب، احرقوهم بالنار، اجعلوا في مكة عذابا لكل من يردد كلمة من كلام محمد. وأنا أبو لهب أول من سيصليه العذاب بيدي، بيدي. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. حبيبة فارس، حبيبة، لقد اتفق سادة قريش على تعذيب كل من يسلم. كل عذاب في سبيل الله يهون. حبيبة لا تعذبيني، إنما عذابك فيما أنت فيه، وصلاح نفسك بالإيمان برسالة الحق والنور. إذن فأنت لا تحبينني؟ بل حبك يملأ كياني وجوانحي، ولكنه يأتي بعد حبي لله ورسوله. ستعذبين؟ لقد أسلمت يا فارس. لن أستطيع إنقاذك منه. لقد أسلمت يا فارس. إذن فأنت وشأنك. فليهدك الله. We'll be right back.
أحد ما تفعل بنا يا عدو الله؟ الله؟ أي إله تتحدث فينا عن؟ الله الواحد الأحد، ربي وربك ورب كل شيء. إذن فأنت ممن أسلموا مع محمد؟ الويل لك. لم يرهبني شيء وأنا على دين الحق. زيد مولاي، قد أجيل عين إلى كسع الشفا. هم على طاعة يا مولاي، تعالي. سوف آتي إليك حين ينصرف أبو جهل وأحل وثاقك. لا تعرض نفسك لغضبه. ارجعي عن دين محمد فلن يمسك سوء. الله ربي والإسلام ديني. ستفقدين أعز ما تملكين. إذا أخذت البصر فلن تأخذ مني البصيرة. ارجعي عن دين محمد. الله ربي والإسلام ديني. اصبعي العينة. ماذا فعلتم يا قطعة القلوب؟ ما شأنك أنت؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سوف تسقط الرأس من نفسها، فأتباع محمد أصبحوا ضعفاء. قد يكون الضعيف أعظم خطرا من القوي. ألم ترى أن حبيبة حين فقدت بصرها جعلت حارسة الأمين فارس يسلم؟ وقد نال هذا الأحمق أشد العذاب. اطمئني اطمئني، فإني لهم بالمرصاد. بوركت من رجل يا أبا الحكم. اقترب يا سارة اقترب، فإني أريد أن أنسى. مهلا يا أبا الحكم مهلا. إلى ما الصبر؟ إلى ما؟ إلى أن يتم لك النصر على عدوك. محمد. سأذهب حتى لا يراني أحد وسأراقب خطواتكما من بعيد. حبيبة فارس، تكفينا نعمة الإسلام يا فارس، خذني إلى كهف أحتمي به. حبيبة، لم يعد لنا بقاء في مكة، فلنرحل. إلى أين؟ بلاد الله واسعة، فلنرحل سرا ونتزوج ونترك جوار رسول الله. كفانا ما لقينا. كم يسوءني حديثك. ولما يا حبيبة؟ الآن قد وضح لي إنك لم تسلم عن إيمان، وإنما عن عطف علي عندما فقدت البصر. أصلح إسلامك يا فارس، فما أسوأ أن يتحول المرء عن دينه من أجل امرأة. فأرشديني إذن. اصبر حتى ترى محمدا، الصبر أول مراتب الإيمان.
سأصبر حتى أراك يا محمد. أكن إليك عاليا، نحن غرباء عد أكن إليك عاليا، على لك اليمانية دايما حج الثانية، نحن أحبك يا سراقة لا تطوف مع قريش. تعبت فجلست أتفيأ ظل العاشقين. أتسب الآلهة بالعشاق وأنت تهجر آلهة؟ استغفر لهما يا رب. يا لك من أبله، ألا تعرف قصة إساف ونائلة؟ لهما قصة؟ وأية قصة؟ وأنت تعرفها؟ إنني أعرف قصة كل إله من هؤلاء، فهذه مهنتي. إذن فحدثنا. تعال. كان إساف يتعشق نائلة بأرض اليمن، فأقبل هنا حاجاً، فدخل بها الكعبة، فوجد غفلة من الناس وخلوة في البيت، فانفجر بها. لا تقل لي. بل أقول لك. وماذا بعد أن فجر بها؟ أتريد أن تعرف ماذا بعد أن فجر بها؟ نعم، أريد أن أعرف ماذا بعد أن فجر بها. مسخ جزاء لهما. مسخ حجرين؟ هكذا، فوضعوهما هنا بجوار زمزم ليتعظ الناس بهما، فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبدا معها. ونحن نعبدهما وتلك قصتهما. ما هذا؟ أبو جهل منشرح. وماذا في هذا؟ لابد أن في الأمر شرا مستطيرا أحاق بمحمد. أراك مشرق الوجه يا أبا الحكم. أبشر يا أبا لهب، لقد ماتت خديجة بنت خويلد زوج محمد، كانت أكبر معين له في دعوته، يشكو إليها فتخفف عنه، فأراحتنا الآلهة منها. نحن غرباء، نحن غرباء. مهلا يا أبا الحكم، مهلا. أما كفاك شربا؟ دعني إلى الخمر، دعني إليها الليلة، سأشرب حتى الزمالة. إذن فهذا الخبر قد أسعد قلبك. وكيف لا؟ وهل هناك خبر يسعد القلب مثله؟ لقد مات أبو طالب. مات سند محمد. إن المصائب تنزل بصاحبك تباعا. صاحبي؟ بل عدوي اللدود، لن يمنعه أحد منا بعد اليوم. اشرب يا أبا الحكم، اشرب، فكل مصائبهم عندنا أفراح. إني أتخيله كشجرة في خريف عمرها، تتساقط فروعها واحدا بعد الآخر. أو كخيمة في مهب الريح تتطاير أوتادها وتهدن وراءها. إلى الملتقى يا أبا سفيان. إلى أين يا أبا الحكم؟ فالدنان تناديك. سأنطلق بهذه البشرى إلى مكة كلها. يا صفوان، يا صفوان. مولاي، اتبع سيدك إلى حيث يريد. أمر سيدي مطاع. نفرت طلابا كثيرا على محمد حتى غطى رأسه وبردته. بورك فيك يا رجل، زيدوا من إزاركم لمحمد. هيا
سامحني يا فارس. لا عليك يا زيد، فما أنت إلا سلاح في يد الجلاد. وأبو جهل لا يرحم. سوف أتغلب عليه بالصبر. الصبر، الصبر أول مراتب الإيمان. كان هذا آخر حديث لها معي. فأين أنت الآن يا حبيبة وقد باعدت الشهور الطوال بيني وبينك؟ وإلما ستظل على حالك هذا يا فارس؟ ألا تذكر يوم قلت لي إن الحكمة تقتضين السكوت والرضا، وإن العبيد على دين مواليهم؟ ولكن الله بعث إلينا نبيا ورسولا ليخلصنا وينير السبيل أمامنا. ساعدني يا زيد، ساعدني حتى أرى محمدا. أساعدك حتى ترى محمدا، مسألة فيها نظر يا فارس. نعم يا حبيبة. زيد. نعم. قل لي فارس إنني بخير حال، فلقد اشتراني أبو بكر الصديق واعتقني كما فعل مع عامر بن فهيرة وبلال وأم عبيس والنهدية وابنتها وغيرهم. أنعم به من رجل رضي الله عنه، فهو يفعل ما يرضي الله عز وجل. فأنت حرة الآن يا حبيبة؟ نعم يا زيد، وهذا مسكني وذلك عملي، وعامر بن فهيرة يرعاني ويعودوني بين الحين والحين، جزاه الله كل خير. هو ذا عامر. عامر، ألم أقل لك؟ ولكني أراه مهموما دامع العينين. دامع العينين؟ عامر. ها أنا ذا يا أختي. ماذا حزنك يا أخي؟ وفيما دموعك؟ ما بي من شيء. لا تكذب على كفيفة البصر. سامحيني يا أختي. فيما دموعك يا عامر؟ على محمد يا حبيبة. هل أصابه مكروه؟ قل تكلم. بعد أن اشتد به إيذاء قريش بمكة خرج إلى الطائف ليقابل سادة ثقيف. إذن فستأخر لقاؤنا به. وهل خرج وحده؟ نعم، وأنا أعلم أن سادة ثقيف غلاظ القلوب وسوف يشتد إيذاؤهم له، فليرحمه الله. يا للقوم الظالمين، أيعذبون رجلا يقول ربي الله. يا لمحمد هذا، ألم يجد ربه أحدا يرسله غيره؟ لا عليك يا سيد بني ثقيف، فلقد أغريت به سفهائي وأتباعي ليلقنوه درسا قاسيا لن ينساه حتى يكف عن الدعائه الكاذب. وهل عاد من حيث أتى؟ لقد التجأ إلى بستان بني ربيعة ليلتقط أنفاسه اللاهثة تحت شجرة. واتجه محمد إلى ربه يدعوه ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ فلا أبالي، لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
كان هذا هو الدعاء الذي دعا به محمد ربه وهو تحت الشجرة بعد أن خذلته سادة ثقيف. ولسوف ينال الخزي والزلة في كل مكان يذهب إليه، فلن تترك العرب آلهتها من أجل إله محمد. أتظن هذا يا سيد قريش؟ إنما أقول لكم الحق الذي لا مراه فيه. كفاكم يا قوم حديثا عن محمد، فلقد انتهى شأنه، ولننصرف جميعا إلى شأننا. لقد أتيتم من أطراف الجزيرة للحج. القول ما قال أبو سفيان، ومكة ترحب بكم وتدعوكم إلى تثبيت إيمانكم بشراء الآلهة المقدسة تباركون بها دوركم، أو بشراء جارية مليحة ذات حسن ودلال. انظر يا سيدي انظر. أو عبد حبشي متين البنيان. هلموا هلموا معشر العرب، انفقوا في سبيل الآلهة حتى ترضى عنكم، ثم ابتاعوا بعد ذلك ما شئتم من الدمقس والحرير والجوز واللوز والسبيب، عند اللات والعزة والسجة والبجة وذو الكفين وذو الخلصة وإسافة ونائلة وهبل، وما شئتم جميعا من الآلهة المقدسة. هلموا تفضلوا تفضلوا. هلموا هلموا هلموا. تفضلوا تفضلوا. يا سادة الطريق إلى الآلهة من هنا. يا سادة الطريق من هنا، عندي أصرف الآلهة وأخفوها دما وألطفها. يا أخ العرب، خبرني يا أخ العرب، ماذا حل بمحمد بعد دعائه؟ وأين هو الآن؟ ومن تكون؟ عبد فقير أدعى فارس. هذا اسم يطلق على العبيد الأقوياء. كانت بي قوة فيما مضى، ولكن مولاي أبا جهل أراد بي العذاب ويعرضني اليوم للبيع بعد أن وهنت قواي. ولما يفعل ذلك؟ لأني تكلم فلن تجدنا قوم سوء. لأني أسلمت مع محمد. خيرا فعلت يا فارس. وهل أسلمت أنت أيضا؟ حمدا لله، لقد كرمني الله وصحبي بنعمة الإسلام. من أي قوم أنتم يا سادة؟ من يثرب، وقد بايعنا محمدا. حمدا لله الذي أعزه بكم. بل الحمد لله الذي أعزنا به يا فارس. ولكن كيف ألقاه أنا مقيد في أغلال الرق، وقد يشتريني عدو آخر لله؟ لا عليك يا أخي في الإسلام، سأخلصك الآن وتكون بصحبتي، وسترى معنا بإذن الله وجه حبيب الله. حبيبة، السلام عليكم ورحمة الله. حبيبة فارس، لقد رأيته يا حبيبة، لقد رأيته. من رأيت يا فارس؟ محمدا محمدا يا حبيبة. محمدا محمدا، فهو بخير يا فارس. ما أسعدني وما أعظم الإيمان الذي يغمر قلبي، الآن وجدت طريقي. الحمد لله، لقد اطمأن قلبي. هنيئا لك يا فارس بإسلامك الحق. لقد طال غيابي عنك يا حبيبي. لا عليك يا فارس، فلم تفترق روحانا. أحقا يا حبيبة. ألا تعود الآن لمولاك حتى لا تعرض نفسك لبطشه من جديد؟ اطمئني يا حبيبة، فلقد اشتراني سيد كريم من الخزرج يدعى سعد بن زرارة، وقد أسلم مع 5 آخرين من قومه وبايعوا النبي على نصرته. مرحى مرحى، اللهم أعز الإسلام بمزيد من الأنصار. ومتى ترحل معه؟ غدا. غدا غدا. صاحبتك السلامة. يكاد قلبي لا يحتمل فرحة الإيمان ولوعة الفراق يا حبيبة. الإيمان يا فارس هو النعمة الكبرى، فلا يذكر شيء بجانبي. هيا هيا إلى السيد الكريم لتعد متاعك. هيا
هل تظلين أنت هنا؟ لا جوار لي إلا جوار رسول الله. كنت أتمنى أن تكوني معي. لا تتعجل، لا تتعجل، اذهب في رعاية الله. إذن لا تذكر كلمة الوداع. إلى لقاء كريم يا حبيبة. إلى لقاء كريم يا فارس. وليعمل كل منا على نشر دعوة الإسلام بين أهله وذويه ممن يطمئن إليهم كل الاطمئنان. فلقد رأيتم هنا في مكة أن قريشا تضيق الخناق على رسول الله وأصحابه وتكاد أن تقضي عليهم قضاء مبرما. ولكن يجب أن نكون على حذر شديد، فأنتم تعلمون أن بديارنا قوما من يهود قالوا إن نبيا مبعوثا قد أضل زمانه. ومحمد هو هذا النبي، فلا يسبقنكم إليه أحد. نحن قد بايعنا محمدا ولا سوف نعود إليه في الموسم القادم مع رهط كثير من قومنا، لن يمسه سوء أو تندسر دعوته، وإنا لناصروه. هيا يا قوم. صاروا مكة إلى المدينة وكانوا 5 أشخاص، ثم عادوا إلى مكة في العام التالي وقد أصبحوا 73 رجلا وامرأتين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معشر الأوس والخزرج، استمعوا إلى كبيركم البراء بن معرور. يا قوم، ها نحن قد وصلنا بحمد الله إلى مشارف مكة، وسأقابل رسول الله فأواعده على لقائكم لنبايعه جميعا. أما أنتم فادخلوا مكة على بركة الله واكتموا أمركم وإسلامكم حتى لا يشك أحد في أمركم فتسوء العاقبة. ولسوف أنبئكم بالموعد الذي أتفق عليه مع محمد لنتقابل جميعا. حبذا لو كان اللقاء عند العقبة حيث بايعناه البيعة الأولى في العام الماضي. هو وما يريد يا أسعد. حقا. صحيح. السلام. صحيح. صحيح. Thank you.
لقد مضى ثلث الليل ولم يأتي محمد بعد يا سعد. اطمئن يا رافع، فالصادق الأمين لا يخلف وعده. يا قوم يا قوم، لقد أتى محمد، أتى محمد ومعه عمه العباس بن عبد المطلب. ها؟ وفيما حضور العباس وهو لا يزال على دين قومه؟ سنعرف الآن، هيا بنا. يا معشر الأوس والخزرج، إن محمدا كما علمتم في عزة من قومه ومنعة في بلده، ولكنه رأى أن يطمئن إلى عهدكم معه وينحاز إليكم ويلحق بكم في يثرب مهاجرا، فإن كنتم ترون أنكم تستطيعون الوفاء بما عاهدتم وتمنعونه ممن خالفه فأنتم وذلك، وإن كنتم لا تطمئنون إلى تنفيذ عهدكم معه فتخذلونه بعد الخروج إليكم فدعوه من الآن، فهو منا ونحن له. يا سيد قريش، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لنمنعنه مما نمنع عنه أصغنا، فليبايعنا رسول الله، فنحن أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. إذن فهذا محمد عند الشجرة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. هذه نكبة جديدة، هذا أسوأ خبر سمعته في حياتي. ولما كل هذا الخوف يا أبتي؟ آخ، الاتحاد قوة يا سارة. كيف تتكلم عن الاتحاد وأتباع محمد المشردون في السماكات؟ يا لك من فلحاء. هاجر البعض منهم إلى الحبشة هاربا من تعذيب قريش لهم، ومن بقي هنا فهو بين سجين أو معذب أو مطرود إلى الجبال بين الجوع والعطش. وهل غاب عنك الأنصار من أهل يثرب الذين بايعوا محمد لينصروه ويمنعوه؟ إنهم في بلد بعيد وعددهم قليل. هل قليل؟ لقد كانوا في أول الأمر 6 فقط، وبعد مضي عام واحد أقبل وفد منهم يضم 73 رجلا وامرأتين، وأصبح للمسلمين اليوم قوة هائلة في يثرب، وانتشر الإسلام في كل مكان، وأصبحت كلمة محمد تجد النصر والتأييد. والويل لنا، الويل لنا. وما الخطر في ذلك يا أبي؟ الخطر كل الخطر أن يهاجر إليهم محمد مع كل من أسلم من أهل مكة. الخطر كل الخطر أن ينتقل أتباع محمد في مكة إلى أتباعه في المدينة ويتحدوا هناك بعيدا عن أعين قريش، وينظموا أمورهم فيما بينهم ويستتب الأمر بينهم. عندئذ تصبح يثرب نقطة انطلاق للإسلام. هل أنت متشائم يا أبتي؟ داود يقدر الأمور حق قدرها يا سارة. وما الذي تراه؟ لو كان الأمر بيدي لقتلت كل مسلم. البتر هو العلاج، القتل هو الدواء. هدام الدام يا قريش، وإلا لن ينفع الندم. يا إخوة الإسلام، من الرجل هذا؟ عم الطفيل مولى أبي بكر الصديق. يا إخوة الإسلام، يا إخوة الإسلام، رسول الله يأمركم بالهجرة فورا إلى يثرب، وهو بشركم هناك خير دار وخير جوار. هيا يا إخوة الإسلام، بادروا فورا إلى الهجرة قبل أن تنتبه قريش للأمر، وكفاكم ما عذبكم به المشركون هنا. تعسا لأعداء الله نترك ديارنا بسببهم. Thank you.
لبيك يا عامر. أنت هنا والقوم قد هاجروا إلى يثرب؟ إلى يثرب؟ لقد أعددت متاعي انتظارا لهذا النبأ. ولكن خبرني يا عامر، ألن يهاجر الرسول معنا؟ لعل الله لم يأذن له بالهجرة بعد. أيظل بمفرده بين هؤلاء الكفرة المتوحشين؟ سيبقى معه أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. ألم يأذن الرسول لهم وبالهجرة؟ لم يأذن بعد، وقال لأبي بكر: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبة. لعله عليه الصلاة والسلام يعني نفسه حين قال ذلك. هذا ما يطمع فيه الصديق، ولذا فقد اشترى جملين ودفع بهما إلى الدليل عبد الله بن أريقط يرعاهما لميعادهما. أنعم بها من صحبة، ولكم كنت أتمنى أن أكون بجوار رسول الله. لا تعصي أمره يا حبيبة. عصمني الله من المعصية يا عامر، سأهاجر. كنت أود أن أكون رفيقا لك في الطريق. لا عليك يا عامر، لن يخذلني الطريق وأنا أسير في نور الله. أما بك من حاجة إلى شيء يا حبيبة؟ هل تعطيني عصاك؟ هي لك. لا حاجة لك بها يا حبيبة. زيد، أنت هنا يا زيد؟ أتيت لأكون لك رفيق الطريق إذا شئت. أنعم بك من رفيق. كم أنا سعيد يا حبيبة وأنا أصحبك إلى يثرب، كأني أزفك إلى أخي فارس حتى يتم هناؤك. لا هناء لي يا زيد، والرسول باق في مكة بين أعداء الله. يدفعون الناس هكذا عن دار الندوة. يبدو أن اجتماع اليوم ذو خطر كبير يا أسيد. كيف لا يا سراقة، وهو يضم أشراف بني عبد شمس وبني نوفل وبني عبد الدار وبني أسد وبني مخزوم وبني سهم وبني جمح وغيرهم مما لا يعد من أشراف قريش. ترى فيما اجتماعهم على هذه الصورة؟ لقد طار صوابهم من هجرة المسلمين إلى يثرب وانضمامهم إلى أمثالهم هناك، وأيقنوا أن محمدا قد أجمع لحربهم، ولذلك فهم يحذرون أشد الحذر من خروجه إليهم. إذن فسينظرون في أمره الآن. لقد أصبح أمر محمد خطيرا، وأتباعه يزيدون رغم التهديد والتعذيب والتنكيل، فأجمعوا فيه رأيا. احبسوه في الحديد، أغلقوا عليه بابا حتى يصيبه ما أصاب مثله من الشعراء. لا، ما هذا لكم برأي؟ أنا الرجل. أنا الرجل. أنا من نجد، عرفتكم تتحدثون في أمر هذا الذي ظهر فيه. إنه يهمكم ويهمني، فأردت أن أشارككم في الرأي. وما اعتراضك على حبسه؟ لأن حبستموه كما تقولون فإن دعوته ستخرج من وراء الباب إلى أصحابه حتى يتكاثر عددهم وتقوى شوكتهم فيغلبوكم على أمركم. إذن لنخرجنه من بيننا وننفيه من بلادنا، فإذا ذهب عنا لا نبالي بعد ذلك أين يذهب. لا لا، ليس هذا لكم برأي. وما اعتراضك على هذا؟ ألم تعلموا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الناس بما يأتي به من سحر؟ لو فعلتم هذا فسينسل على حي من العرب فيغلبهم بسحره فيتابعونه، ثم يسير بهم إليكم فيأخذ الأمر من أيديكم ويفعل بكم ما يشاء. قول صواب، فما الرأي إذن؟ يا معشر قريش، إن لي رأياً ما خطر على بال أحدكم من قبل.
وما هو يا شيخ نجد؟ أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، ومتى تم لهم ذلك تفرق دمه بين القبائل، فلم يقدر بنو عبد مناف على محاربة قومهم جميعا، فرضوا منا بالدية فدفعناها لهم. القول ما قال الرجل. هذا الرأي لا رأي غيره. هذا رأي صائب. ما هذا؟ خمسة دنانير. لقد وهمت يا سيد قريش. كم تريد؟ 20 دينارا من الذهب الخالص وله بريق. إنك تهجي. أوقف استنى يا حزقيل. يا سيد قريش. استمر في العمل يا حزقيل. أنا أسقي أنصال السيوف بسم زعاف له ثمنه. أتريد أن تقتل محمدا بأقل من 30 دينارا؟ لقد قلت 20 دينارا. 20 دينارا من أبي السيوف والعشرة من أبي السم. سارة، أنا رجل مريض ولا أحتمل كثرة الجدل. أنا داخل لأستريح. إذا قبل أن يدفع 30 دينارا أحضريها في الداخل. أوقف السامنة يا حزقيل. أبا الحكم، استمر في السامنة يا حزقيل. كم؟ 30. 30. 30. إذن فسيقتل محمد بأسياف من صنع داود. إن جرحا تافها بحجم الأنبلة الصغيرة يحدثه هذا النصل المسموم يكفي للقتل في لحظة. فإذا لم يمت محمد بالسيف مات بالسم. خرج النبي من داره وهو يتلو آيات الله. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وذهب النبي إلى منزل أبي بكر ليصحب الصديق في رحلته إلى المدينة. محمد نائما وعليه برده الأخضر. ألا يخرج بصلاة الفجر كعادتي؟ صبرا، لم يبق إلا القليل وينتهي أمره.
ماذا تنتظرون هنا؟ ننتظر محمدا حين يخرج بالصلاة. خيبكم الله. ماذا تقول؟ منذ متى وأنتم تنتظرون؟ منذ نشر الليل ظلامة. ولم تغفلوا أو تناموا؟ لم يغمض لنا جفن. إذن فقد خرج عليكم محمد بسحره. ماذا تقول؟ إنه ما زال نائما. واللاتي لقد خرج وانطلق لحاجته. كيف خرج وعيناي لم تغفل لحظة واحدة على الباب؟ لقد صدقتكم القول، فتبينوا أمركم. سأدخل يلا. ما خطبك يا صفية؟ قم، رسول الله عندنا. عليه الصلاة والسلام. رسول الله عندنا. نعم، وسيخرج معه الآن أبو بكر إلى الهجرة. الصحبة المباركة، الصحبة المباركة. ولكن أخشى أن يلحق بهم المشركون في الطريق. سمعت أنهما سيلتجئان إلى غار في جبل ثور يبيتان فيه ليلتهما. إذن فسأخرج في آخرهما لأكون تحت إشارتهما. هذا ما يريده أبو بكر. إلى أين يا عالم؟ سألقي نظرة على الطريق. محمد ليس سلطان، وعلي بن أبي طالب هو الذي بالفراش، وعليه برد محمد الأخضر. إذن لقد صدقنا الرجل الذي حدثنا. لقد خدعنا، ولكني سآخذ علي الرهينة حتى يدلنا على مكان محمد. وسأذهب إلى أبي بكر لأعرف الحقيقة. هيا يا رجال. أين مولاك يا أبو بكر؟ يا سيدي لا بأس. أتطلب منك أي بكر يا عدو الله؟ تدعين الإنكار يا أسماء، ولكني سأعرف طريقهما وسأقتص منكم جميعا. لقد خرج محمد تحت سمعنا وبصرنا، وسوف يعلم علينا العرب والعجم، ولعله بالغ من دعوته فوق ما تتخيلون. فلا تدعوه يفلت من أيدينا. يا معشر العرب، إن آلهتكم التي تعبدون في خطر. لقد أراد محمد أن يمحوها محوا وهو يدعو إلى إله واحد، فأن نتركه ينتظر ويبلغ من دعوته ما يريد. إذن فجدوا في طلبه، ابحثوا عنه في كل مكان. هيا يا معشر قريش، ولتهضموا قصاص الأسرة لنتتبع آثار أقدام محمد وصاحبه. استمعوا إلي، فلنجعل 100 ناقة مكافأة لمن يرد محمدا إلينا. 100 ناقة؟ نعم الرأي، نعم الرأي. فليخرج كل قرشي من داره ناقة، وسأخرج من داري 10. أحسنت يا بحر، أحسنت. لقد انتهت آثار أقدام محمد وأبي بكر هنا. إذن فهما بين أيدينا الآن. ما من شك في ذلك يا سيد قريش. أيبحثوا في كل مكان؟ لا يوجد مخبر هنا سوى هذا الغار. المصعب إليه، أشهروا سيوفكم، لقد حانت اللحظة الحاسمة. اللهم رحمتك
اللهم نج عبدك ورسولك من القوم الظالمين. هو الغار الذي تقصده؟ إنه هو يا سيد قريش. أتريد أن تقول إنه ما تسلل إليه من بين خيوط العنكبوت؟ من يدري، ندخل ونستطلع. أمكن عنك. لا لا، ولعلي أخطأت ولم تكن تلك آثار أقدامهما. سوف تلقى جزاء خطأك. هيا رجال، هيا هيا نبحث في مكان آخر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اللهم لك الحمد والشكر، إنك على كل شيء قدير. يا هبل يا هبل، أنت أعظم الآلهة جميعا، فأنت ربي وموئلي وملاذي ومرشدي. قل، تكلم، أخبر عبدك المخلص المخلص الضعيف سراقة ابن مالك عن مكان محمد. ألا تتكلم أنت أيضا؟ ما خطبك يا سراقة منذ الأمس وأنت تتعبد وتتمسح بكل إله؟ أريد محمدا يا أسيد، أريد المئة ناقة. وهل أخبرتك الآلهة عن طريقي؟ الآلهة؟ الآلهة كلها صماء بكماء يا أسيد، لا تذكر شيئا ولا تفقه شيئا. صحيح صحيح يا سراقة، أتكفر بالآلهة؟ كيف لا، وأنا أعرف قصة كل واحد من هؤلاء. إنما عقلي، عقلي أنا وقلبي أنا يحدثاني بأنه هناك. هناك؟ أي؟ حيث كنا، حيث انتهت آثار الأقدام. وإلا فلماذا كان عامر بن فهيرة مختبئا هناك؟ ولماذا رفع يديه شاكر الرب عندما ابتعد أبو جهل عن الغار؟ أخيرا ظفرت بك يا محمد. سأتصلك هنا لأراقب الطريق. بل قل إنك جبان، انتظرني هنا. إن صباحا يا أسيد، هل لديك جديد من الأنباء؟ لقد رأيت الآن أبا جهل يغادر مكة مع نفر من فتيان قريش في كامل سلاحه. وإلى أين صاروا؟ إلى جولة جديدة للبحث عن محمد. يا قوم يا قوم، وحق الآلهة لقد رأيت ركبا ثلاثة مروا بي آنفا وأنا في طريقي إلى هنا، وإني لأراهم محمدا وأصحابه. ماذا تقول يا رجل؟ أين رأيتهم؟ ما بالكم تتكأكؤون هكذا؟
واللات والعزى، ما راى الرجل احدا الا بني صفوان يبحثون عن ضالة لهم، اليس كذلك؟ لعله ولعلكم تتفرقون حتى لا تحكموا الهوى عن الالهة. اصرفهم يا اسعي، هيا هيا فيا نقول الى حال سبيل. هيا اما انت يا اخي العرب تعال معي. لقد جهزت لك الإله الذي تنشده. انظر. أي إله هذا؟ ولكني هو هدية لك. هدية لي؟ على أن تصدقني القول. أين رأيت هؤلاء الثلاثة؟ لا تكذب وأنت في حضرة الآلهة. رأيتهم في أسفل مكة يتجهون إلى الساحل. حييت يا رجل، حفظتك الآلهة. حفظتك الآلهة. اطمئن يا صفية، فقد حفظ الله نبيه وصاحبه من أذى المشركين. الحمد لله. أسرع الآن بإعداد الطعام لتحمله أسماء بنت أبي بكر إليهما، وسأذهب لتوي إلى الدليل عبد الله بن عريقط ليتوجه بالجملين إلى الغار مبكرا. هل أذن الرسول في المسير إلى يثرب؟ نعم، ولكن أما من خوف أن يتتبع أحد أثره؟ لا خوف علي يا صفية، فقد يأست قريش من العثور عليه عند جبل ثور، فاتجهوا للبحث عنه في مناطق أخرى. كتب الله لهم السلامة والعافية. مع السلامة يا عامر. العين كأني بك قد تحالفت مع أتباع محمد. وخرج الأنصار إلى مشارف المدينة ينتظرون وصول النبي. لقد تأخر الرسول كثيرا، أخشى أن يكونوا قد ظفروا به. لا تقل هذا، إن الله سينصر نبيه ويعصمه من الناس حتى يؤدي رسالته ويتم نوره ولو كره الكافرون. فارس. لبيك يا حبيبة. فارس، ألم تقل إن محمداً خرج في طريقه إلى يثرب منذ 4 أيام؟ هذا ما علمته. فأين؟ أين أجده؟ أين رسول الله؟ طب أنت اللي أتناقى يا صراقة. ماذا كان؟ ماذا حدث؟ اذهب يا محمد، اذهب يا محمد. والله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، حضر رسول الله، حضر رسول الله. Thank you.
النبي بإذن الله ليبدأ جهاده العظيم وليتخذ من المدينة التي نصرت منطلقا إلى نشر دعوة الإسلام.